Hey guys, what's up? أفضل طريقة اللي أنت تطور بيها كلماتك بالإنجلش وتفكر بالإنجلش بطريقة بسرعة جدا إنك تستخدم قاموس إنجليزي إنجليزي. Don't translate into Arabic guys. ما ترجمش بالعربي خالص. ما تستخدمش جوجل ترانسليت نهائيا. أوكي؟ لأن ده مهم جدا جدا جدا. لازم تستخدم إنجليزي إنجليزي ولازم تعرف مواصفات لنفس الكلمة عشان يبقى عندك كذا معنى لنفس الكلمة. أوكي؟ وطبعا أفضل طريقة اللي أنت تعمل بيها كده وأفضل قاموس وانا بستخدمه شخصيا وبخلي الطلبه عندي تستخدمه هو قاموس مريم وبستر. تلاقيه على جوجل بلاي وهتلاقيه على الاب ستور فور اندرويد اند ايفون. اوكي سو مريم وبستر افضل حاجه فيه اللي انت بتلوك اب فور ذا وورد، بتبحث عن الكلمه، كلمه بتجي لك بتعرف الفانكشن بتاعها اذا تناون ولا فيرب ولا ادجكتيف، وبتقرا الديفينيشن وبتقرا بالمثال كي عشان تحفظها في جمله في كونتكست. بعد كده بتنزل تحت لسينونيمز، هتلاقي سينونيمز، في حاجة اسمها سينونيمز يعني مرادفات، بتلاقي كذا كلمة بتساوي نفس المعنى فبتربطهم ببعض. اوكي طول ما انت بتقرأ، طول ما انت بتسمع، طول ما انت بتعمل ديلي اكتيفيتيز بتاعتك انت بتطلع كلمات وبتكتسب كلمات بنفس الطريقة وبتربطهم ببعض، فعمرك ما هتنساها وهتبقى طريقة سهلة جدا. بس جربها وادعيلي.